في اللحظة اللي تعلن فيها على استئناف المباراة كنتوا أمام جوج خيارات، يا إما الهدف تسلل وغادي نفرحوا جميع، يا إما ماشي تسلل وغادي يدخلوا بواحد المعنويات. كيفاش جريت هذيك اللحظة معهم؟ احنا هضرنا مع الدراري على لي دو سونس، وهضرنا بعضياتنا في الفيستير، واتفقوا على اساس هذه تدار 15 دقيقه ديال الاحماء، ومن بعد غادي نمشيو للمقابله. هذه المقابله مازال ما انتهتش، اذا بديناها من الناحيه الذهنيه على اساس نكونوا جاهزين لها على جميع الظروف. الا كان هدف فكيخصنا ديك الساعه بحكم الظروف اللي احنا فيها، لا من الناحيه الذهنيه ولا من الناحيه البدنيه ولا هذا، خصنا نجريو داك لي 3 مينوت اللي بقات باش ما يتسجلش علينا. ويلا تانيلا لو بوت ما كيخصنا عاوتاني نخليو داك السبق ديال جوج لواحد، رغم الصعوبات اللي كاينه لا من الناحيه اللي سلف لي الذكر ديالها، اننا نجاريو بداك الطريقه. الحمد لله ربي ما خيبناش، ديما كنقول اني علم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا. هاد الدراري مره واحده اخرى ضربوا تماره، هزوا الثقل ديال 40 مليون معاهم، كانت باينه بانهم كانوا باغيين يفرحوا الشعب المغربي رغم الصعوبات مره واحده اخرى، لان بكل صراحه الامور ما كانت سهله بالنسبه لنا، فربي ما خيبهمش. الحمد لله شكرا، طول عمرك.